السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحصة الثانية في مادة بنية المادة Structure de la matière. الدرس الثاني هو السوائل والمحاليل. المحلول هو خليط متجانس متكون من جسمين نقيين أو أكثر لا يتفاعلون كيميائيا بينهم، والمحلول يتكون من مذيب ومذاب أو أكثر. المذيب هو الجسم النقي الموجود بأكبر نسبة في المحلول، بينما المذاب فهو الجسم النقي الذي يذوب في المذيب لتكوين المحلول. هناك عدة أنواع من المحاليل. هناك محاليل سائلة شفناها مقبل، مثال ماء زائد كحول أو إيثر زائد كحول مثلا، وهناك المحاليل، هذا المثال اللي ذكرته، وهناك محاليل غازية مثال شفناها قبل الهواء، فهو خليط من عدة غازات أكسجين أزوت وCO2. المحاليل الثالثة هي المحاليل صلبة، ومثال مثلا سبيكة من نحاس وفضة، فهي عبارة عن محاليل صلبة. لكي نعبر عن هذه المحاليل لابد تكون لدينا نسبة نقدر نعبر بها عن هذه المحاليل، فهذه النسب هي تراكيز، عبارة عن تراكيز. نقول أن في محلول، في مفهوم التركيز، نقول أن محلولا مركزا إذا كانت نسبة المذاب أكبر من نسبة المذيب، ويكون لدينا محلول مخفف إذا كانت نسبة المذيب أكبر من نسبة المذاب. هناك تراكيز أخرى أو طرق أخرى نقدر نعبر بها، أو تراكيز أخرى، مثلا التركيز الكتلي. التركيز الكتلي هو كتلة، أي عدد غرامات المذاب في لتر من المحلول، وحدتها سي غرام باغ لتر. مثال أن أواش، دونك أن أواش، أون مول دو أن أواش، إل كونتين 40 غرام باغ لتر. فوالا. التركيز الثاني هو التركيز المولي أو المولارية، يسمى كذلك بالتركيز الجزيئي الحجمي، هو عبارة عن عدد مولات المذاب في لتر من المحلول. هذا هو تعريف التركيز المولي، المولارية أو تركيز جزيئي حجمي، كذلك يسمى بتركيز جزيئي حجمي، نجده في بعض الكتب، يكتب التركيز الجزيئي الحجمي. إذن هو عدد مولات المذاب في لتر من المحلول، ووحدته سدي مول بار لتر، نرمز له بالرمز غران تام. كذلك هو ان سور في، الان يمثل عدد مولات المذاب، والفي هو حجم المحلول في اللتر. التركيز الثالث هو المولالية او التركيز الجزيئي الوزني، هي عدد مولات المذاب في 1 كيلوغرام من المحلول، دونك سي دي مول بار كيلوغرام. سي بوتي تام نورمالمون، سي با غران تام، مي معليش هنا في دونك سي بوتي تام كي تيغال ا ان 2 سور ام 2. لو ان 2 هو عدد مولات المذاب، و ام 1 هو وزن المذيب بالكيلوغرام. الكسر المولي كذلك نقدر أن نعبر عليه في المحاليل. الكسر المولي يمثل الكسر المولي النسبة بين عدد مولات المذاب على عدد المولات الكلي الموجودة في المحلول، يعني مذاب زائد مذيب. مثال مول من المذاب N2 ومول من المذيب N1. فالكسر المولي للمذيب هو x، نعبره له ب x لأنه نسبة، سي n1 يعني مول من المذيب
على n1 plus n2. n1 plus n2 هو المجموع لأمولات المحلول مذيب زائد مذاب. الكسر المولي للمذاب سي x2 سي تيغال n2 سور n1 plus n2. الكسر الكتلي هو كتلة المذاب m1 على كتلة المحلول m1 plus m2. هناك تركيز آخر، النظامية هي عدد مولات المكافئات الغرامية في لتر من المحلول ووحدتها سي إيكيفالون غرام باغ لتر، أو الرمز تاعها هو غرانتين، دي فوا أون إكري غرانتين. إذن واحد شريدة غرامية H بلس تساوي N مرة شريدة H بلس. المحلول الحمضي نظامي، نعطي مثال هنا، يساوي H شريدة غرامية H. المحلول القاعدي النظامي سي OH شريدة غرامية، واحد شريدة غرامية. دونك هنا سي لا نورماليتي، باسكو دايما لا نورماليتي سي كو عدد مولات المكافئة الغرامية. إذا كان عندي محلول حمضي نظامي فهو عدد شوارد H بلس، إذا كان عندي محلول قاعدي نظامي هو عدد لي OH موا. إذن N ونرمز لها كما ذكرت ب غرونت N. الأحماض والأسس، وهنا نشوف مثال للأحماض والأسس. إذن بالنسبة للأحماض، الحمض هو عبارة عن مركب كيميائي قابل لتحرير شاردة أو عدة شوارد. هنا مثال بصفة عامة AH، إذن هو محلول كما ذكرت ومركب كيميائي قابل لتحرير شاردة، كما هنا المثال عطيتكم شاردة H بلس فقط، وممكن يحرر أكثر من شاردة واحدة أو بروتون H بلس. مثال HCl، HCl إذا سي H بلس بلس Cl حرر شاردة واحدة. الأسس، الأسس نفس الشيء، الأساس أو القاعدة هي مركب كيميائي قابل لتحرير شاردة أو عدة شوارد هيدروكسيد OH مو بصفة عامة. هنا ذكرت MOH، إذن MOH يحرر الهيدروكسيد اللي هو OH مو. مثال إكزومبل تاع NOH، NOH دونك عند التحليل تعطينا N بلس بلس OH مو. هناك أحماض قوية معروفة طبعا مثل HCl H2SO4 كما ذكرت. هناك أحماض ضعيفة، منها مثلا حمض الخليك اللي هو حمض ضعيف لو CH3COH. هناك عدة أنواع من الأحماض، أحماض أحادية مثل كما ذكرت HCl CH3COH، أو أحماض ثنائية مثل H2SO4، أحماض ثلاثية مثل H3PO4. هناك كذلك عدة أنواع من الأسس، أسس أحادية مثال NOH، وثنائية مثال LH و CA و H2. الماء، الماء هو جسم متذبذب أي يتمتع بخاصيتين الحمضية والأساسية. بالنسبة للماء عندنا ثابت شاردية للماء وهو جداء التركيز الشاردي، دونك KE سي لو برودوي دي كونسونتراسيون H بلس فوا لو H موان كي تيغال على 10 موان 14 بيان سور ا 25 دوغري سيلسيوس. مفهوم ال بي اش، ال بي اش لمحلول يساوي عكس إشارة اللوغاريتم العشري لمولارية البروتونات سي دي مول باغ لتر في محلول. إذن pH سي موان لوغ دي H بلس، كونسنتراسيون دو H بلس. هنا تلاحظوا، هنا نلاحظ إذا كان عندنا لو pH سي لي سوبيريور ا 7 دونك
il est basique, automatiquement c'est une solution basique, يعني محلول قاعدي. Et si c'est inférieur à 7, هو محلول حمضي, c'est une solution acide, bien sûr, à 25 degrés. Donc, عند حساب pH للمحلول, يمكن تصنيف كما ذكرت هذا المحلول. إذا كان pH تاعنا est égal à 7, محلول معتدل, لا حمضي ولا قاعدي, c'est le cas de l'eau qui est neutre. إذا كان le pH inférieur à 7, donc le محلول تاعنا حمضي, il est acide. Si c'est supérieur à 7, il est acide, il est basique plutôt, donc محلول قاعدي أو أساسي. شكرا وإلى الحصة القادمة إن شاء الله.